وعدان ما تنساش تظبط وش العريس، عاوزه يروح للعروسة متظبط. الو، الضابط محمد الهلالي؟ ايوه، مين معي؟ مش مهم تعرف مين معاك، المهم عاوزك تعرف اللي مغلبكم وبيدخل شحنات سلاح للبلد هو اخوك حسام الهلالي. انت كذاب، انت مين يالا؟ كذاب. لو عاوز تتاكد، اخوك عنده عمليه جديده يوم الجمعه على حدود السلوم. وما تنساش يا حضرة الضابط، ما تنساش تسأل نفسك سؤال، هو أخوك حسام ده جاب الفلوس دي كلها من فين؟ أنت مين يالا؟ ألو؟ ألو؟ كذاب، يعني كذاب. ايه راح عامل ايه؟ فتشوا العربيتين. يا محمد، انت بتسألني انا في ايه؟ دلوقتي هتعرف بعد ما يخلصوا تفتيش. يخلصوا تفتيش؟ الحكومة دلوقتي بتفتش لعب الأطفال يا محمد بيه هلالي أخوها الصغير؟ لو أنت الصادق، دول يفتشوا عن السلاح اللي أنت بتهربه. يا حسام يا هلالي، يا أخويا يا كبير. سلاح؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ احترم نفسك واتكلم كويس، أنت مواطن وأنا ضابط وبيفتشوا. وأظن لحد دلوقتي أنا بكلمك بكل احترام. ماشي يا باشا. ماشي يا سعادة الباشا، أيدي الجمل وأيدي الجمال. شفت الأدب؟ بكلمك بقى ده بقى. مفيش حاجة فهمت. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة يا سعادة الباشا. يعني عيب تبهدل أخوك كبير قدام الناس. أنا اللي مربيك. ما عشان أنت اللي مربيني أنا فاهمك كويس. بس حلو. ملعوبة يا حسين. بس مش كل مرة هتسلم الجرة. سلام يا سعادة الباشا. المقدم. وما قلتلناش ليه يا عمو؟ ما كانش ينفع اقول لك، ووطي صوتك ايه من فوق ممكن تسمعنا. اقول لك ايه؟ اقول لك يعني اقول لك عشان تعمل لنا مصيبه ولا عشان العيال اللي معاك الخضره دي يبان عليها؟ انا الخبر جالي قبليها بكلام فاضي، المعلومه جات لي قبليها بثواني، كان لازم اغير كل الترتيبات. والحمد لله، الحمد لله ان احنا عرفنا. انت ناسي انا اخويا مين وفي اداره ايه وبيشمشم ورايا بقاله قد ايه وشاكك فيا؟ جرى ايه لعله؟ ما تفتح دماغك. احنا كنا خلاص خلاص الحمد لله، لا كنا ولا كان. خلينا في اللي جاي. ومين اللي بلغ؟ هو في غيره؟ الكلب ابن ال... ما علينا، طرطالي ودانك. الترتيبات كلها اتغيرت. التسليم بكرة، وانت اللي هتروح لوحدك ومش عايز حد من الرجالة يعرف، لا بوب ولا عريان ولا دولار. انت بس لعله قدها ولا برقبتي يا عمو. مساء الخير. مساء النور محمد. ما سألتش على أختك شاهندة؟ بسأل عليها ليه؟ ما اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. هي مش سابتنا وراحت اتجوزت المعفن ده؟ عيب يا محمد اللي انت بتقوله ده، مهما كانت برضو اختك. اختي ايه ونيلتي؟ انا ماليش اخوات. يا محمد ما ينفعش كده. اختك شهندة وحسام اخوك،
ما ينفعش تتكلم عليهم بالطريقه دي، ما ينفعش. بقول لك يا ماما، الاخ اللي اتحول من ضابط لتاجر سلاح ويعيش على دم الناس ما يشرفنيش انه يبقى اخويا. ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت يا واد؟ شكلها هي دي الحقيقه يا ماما. ما سالتيش نفسك جاب الفلوس والعربيه والشركه دي منين؟ ولا دخل عليك الكذبه اللي هو كدبها علينا؟ اخرس! انا ابني مش كذاب. قطع لسانك. انا ابني صادق في كل كلمه بيقولها. انا ربيتكم احسن تربيه. بس واضح كده يا ماما ان انت ربيتيهم غلط. وما تمرش فيهم التربيه. ليه؟ ليه يا محمد؟ مش هو ده البيت؟ مش هي دي العيلة اللي شقيت طول عمري علشان ألملمها وألملمكم حواليا؟ دلوقتي بقيت أنا اللي غلطانة، أنا اللي غلطانة دلوقتي يا محمد. ليه؟ إيه اللي غلطت فيه؟ أنا غلطت في إيه يا محمد؟ غلطت في إيه؟ غلطت في إيه؟ نورت بيت اخوك. اتفضل يا محمد بيه. العز ده يا حسين؟ عز من فضل ربنا يا محمد بيه. فاكر يا حسين واحنا صغيرين؟ كنت دايما بتقول لي اوعى تغلط يا محمد، لان اللي غلط لازم هيتحاسب. صح يا محمد، اللي غلط لازم يتحاسب. انا هقبض عليك يا حسين، لان اللي غلط لازم يتحاسب. مش انت اللي علمتني كده؟ تقبض عليا؟ طب تعالى نقعد نتكلم الاول وبعدين ابدا اقبض عليك. انا مش شرفنيش اقعد في بيت زي ده، جاي فلوسه من دم ناس. حافظ على كلامك، ولاحظ انك بتكلم اخوك الكبير. انا مدرك انا بقول ايه كويس. انا عارف ان انت تاجر سلاح يا حسين. تاني يا محمد؟ تاني تاجر سلاح؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك، انت بجد ظالمني. ما عشان في يوم وليله يا حسين تبقى عايش العيشه اللي انت عايشها دي، حاجه من التلاته، يا بتتاجر في السلاح، يا بتتاجر في المخدرات، يا اما ورثت. وانا ما تقريش ان في حد في العيله مات ورايا. انا مش فاهمك، انا مش فاهمك يا محمد. انت كمان مستخسر فيا العيشه دي بعد القرف اللي انا شفته والظلم اللي انا اتظلمته مستخسرها فيا؟ انت قلبك اسود قوي يا اخي. انا ما اعرفش ان قلبك كده، ما اعرفش. شوف الروح اصحى لك هنا. ده ايه الصحبة الحلوة دي؟ حسام بيه وطاهر باشا انزلوا لي. محمد انا مستعجل، مفيش وقت. مستعجل على ايه؟ ده بس اهدى، لسه هتفتش العربية. يا محمد تفتش ايه؟ بقول لك مستعجل. ازاي بس يا حسام؟ هسيبك تمشي كده من غير ما تفتش العربية؟ ده احتمال كمان بعد ما نفتش العربية ناخدك معانا على الإدارة. الإدارة وحشاك قوي يا حسام. يا ابني انت ما بتفهمش، بقول لك مستعجل. يا ابني اختك شاهين ده وإيمان في خطر. فتشوا العربية. افتح الشنطة. دياب. ايوه دياب. دياب اللي انت فهمتني انك قتلته وطلعت كذاب يا محمد بيه. لا دي لعبه، شكلكم كده كلكم عاملينها عليا. هتقول لي لعبه؟ لعبه ايه؟ انا ما افهم. افهم افهم ايه؟ مش انت اللي قلت لي على طاهر، وطاهر ده اللي قال لي على دياب؟ وصلت بيك الوساخه يا حسام انك تورط اخوك عشان تهرب مجرم؟ مش وقته، مش وقته الكلام ده. بيقول لك ايمان وشاهين ده في خطر، دياب خاطفه. انت تخلص انت، كل المصايب دي بسببك. انا هحبسك يا طاهر. ده لو عرفت تمسك عليا حاجه. كل الكلام ده مش وقته يا محمد بيه. شاهين ده في خطر يا اخي، دي مهبكة اختك.